البوستيريور الجينيو كان فيها الهيد بتاع البودي، البوستيريور ليمب كان فيها الترانك والليمبس، الابر ليمب والابر ليمب واللور ليمب واللور ليمب، ادي تمام. وبعدين كان في حته ورا اللينس كان اسمها السب لينتيكولار، السب لينتيكولار الحته ده اهي تمشي ورا او تحت الايه لينتيفورم، لا سبلنتيكولار بارت اللي هو ماشي فيه مين؟ الاوديتوري راديشن. بعد كده بص على الاكستنشن بتاعها الاوبتيك راديشن ورايح للاوكسيبيتال كورتكس. الاوبتيك راديشن ده بارت من البوستيريو الليم بتاع الانتينا الكبسول ورايح اوبتيك راديشن ورايح للكورتكس اللي هي الفيجوال كورتكس. اوكي اوكي لازم الحته ده هي تقف عندها. اولا انتوا خدتوا الهيمبليجيا، تمام. لو لقيت هيمبليجيا وهيمي انستيزيا ولقيت هومونوماس هيمي انوبيا والتلاتة ده همت كونترا لاترال، اعرف ان ليجن في مين؟ في الانتينا الكبسول. والله العظيم ده انتينا الكبسول، لان مش هيجمع التلاتة دولت الى الانتينا الكبسول. ولذلك لما بيحصل ميدل سريبرال ارتري اوكلوجن ابص على هيمبليجيا هيمي انستيزيا هومونوماس هيمي انوبيا، لما بيحصل بوستيريور سريبرال ارتري اوكلوجن لان البوستيريور سريبرال ارتري بيسبلاي الكورونا رادياتا الاوبتيك راديشن ده وجزء من البوستيريور اللي بتاع الانتينا الكبسول. وذلك لما بيحصل بوستيريور مش ميدل سريبرال ارت ممكن يحصل لي هومونوماس هيمانوبيا ويحصل لي هيمبليجيا ايضا وهيمي انستيزيا كمان. الليفلينج لقيت هيمي انوبيا انتنا الكبسول ما فيهاش هزار، فيهاش هزار مع هيمبليجيا وهيمي انستيزيا وتلاتة كونتراترال انتنا الكبسول. عشان في ساعات يقول لك عيان عنده مش عارف ايه وايه 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 where is the which of the following is the single most probably the site of the lesion cerebral cortex internal capsule midbrain medulla bones. الاقي عندي هيمبليجيا هيمي انستيزيا هومونوماس هيمانوبيا. بتعرفين يعني ايه هومونوماس هيمانوبيا؟ ده الفيلد اوف فيجن اهو بتاع العين اليمين، ده الفيلد اوف فيجن بتاع العين الشمال، وده التمبرال وده النيزل بتاع ده وده النيزل وده التمبرال. هومونوماس هيمي انوبيا يعني نفس العين، يعني مثلا ايه نص الفيجن هنا هو راح وقابله بالظبط الناحيه الثانيه بالظبط راحت، دي الناحيه اليمين او الشمال بتاعه الايه الفيجوال فيلد بتاع العين دي، ودي الناحية الشمال بتاعت الفيجوال فيلد بتاعت العين دي، الاتنين راح. عشان كده هومونوماس، هومونوماس يعني زي بعض، يعني نفس السايد. العين دي بتشوف الصورة دي، الصورة دي نصين تمبرال ونيزل، والعين دي بتشوف نصين نيزل وتمبرال. الفيلد اوف فيجن لو حصل ان الليفت سايد هنا هوت راح، الليفت سايد الناحية التانية هيروح. هومونوماس هيمي انوبيا، هومونوماس هيمي انوبيا، هومونوماس مين؟ هيمي انوبيا. وعندكم كيس في العملي اللي هو الراجل اللي شاف مراته وشاف بس وشها نص وشها اليمين وما شافش النص الشمال، ولا انتوا فاهمين حاجه؟ مش كان مش عندكم كيس كده ولسه ما خدتوهاش؟ ها خدتوها صح؟ كان في كيس في العملي
خدتوها؟ واحد شاف وشه، طبعا هو ما حدش عايز يشوف وشه مراته اصلا، بس هي الصدفه بقى اللي جت. فبيبص لها، لا نصها اليمين نصها الشمال راح. ليه؟ لان العين ده هي شافت النص ده، والعين ده هي شافت نفس النص الناحيه الثانيه. النص ده راح والنص ده راح، فاصبح الاثنين اليمين بتاع الفيلد ده هو اللي موجود، واليمين بتاع الفيلد ده هو اللي موجود. الشمال بتاع الفيلد ده راح، والشمال بتاع الفيلد ده راح، نصها راح. دي هرمون مصهيم انوبي، دي هرمون مصهيم انوبي. هو صحيح ما كانش عايز يشوف خالص، كان عايز يتعمى وما يشوف زي بقى، بس هو هيعمل ايه يعني؟ عنده هرمون مصهيم انوبي. انا احنا نمنا يعني هرمونه مصهيمي انوبيا، اشوف نص الفيلد اليمين. يعني مثلا لو عندي حمار الاقي اشوف راسه ورقبته ورجليه الاماميين، النص التاني مشفوش خالص نهائي. تمام كده اهو، هرمونه مصهيمي انوبيا. الاستيريال كابسول سبلايد باي انتيريور سيربرال ارت، بوستيريور الميدل سيربرال ارت والبوستيريور سيربرال ارت. وفي قولان كبير في البلاستر، لكن نصها اللي فوق بالانتيريور سيربرال، نصها اللي تحت بالميدل سيربرال. عشان كده الانتيريور اوكلوجن بتاع الاوكلوجن بتاع الانتيريور سيربرال ارت يعمل لي هيمبليجي. ليه؟ لانه بيسبلاي جزء من الكبسول. ما هي ما هو البودي اهو، نص اهو فوق اهو ونصه تحت اهي، ده انتيريور ده ميدل. لو الميدل اتضرب نصه راح بالسلامه، هيمبليجيا. لو الانتيريور راح هيعمل لي هيمبليجيا. لكن الفرق في الهيمبليجيا ايه؟ ان الميدل سيريبرال ارت اوكلوجن هيبقى هيمبليجيا، لكن مور افكتنج مين؟ الابر ليم. هلاقي العيان قام زي العفريت ومشي وحركه رجليه اتحركت، وتلاقيه ماشي في الشارع وتشوفوه ماشي في الشارع. اللي هو اللي متحرك، لكن تلاقي دراعه متني كده اهوت وكونتراكشر ومش قادر يحركه. ميدل سيريبرال ارتري سترايت ارتري بتاعت الميدل سيريبرال سبلاي انترنال كبسول. لكن الانتيريور سيريبرال ارتري بلاقي هيمبليجيا، لكن مور افكتنج مين؟ اللور ليمب والبرينيوم. والاقيه معاه بلادر تشينجز، الاقي السفنكتر بتاعت البلادر، بلادر ما فيش انكونتنس، في انكونتنس والعيان بيسترع على نفسه، ده فيه مش اعرف ده الانتيرو مور في اللور ليمب، لكن الابر ليمب بيتحرك. ده الفرق. لكن الاثنين يعملوا هيمبليجي. البوستيريو سيربرا ارتي اوكلوجن يعمل هيمبليجي، يعمل ويعمل هومونوماس هيمي انوبيا، ويعمل هومونوماس هيمي انوبيا، ويعمل هومونوماس هيمي انوبيا. لكن بيعمل ايه تاني؟ جدع، لان بوستيريو سيربرال ارتري بيسبلاي السلامس والساب سلامس، فبيأثر على السلامس. اديني سلامك بين، ادي واحد. ايه تاني كمان؟ ايه؟ فيجوال اجنوزيا، لان البوستيريو سيربرال ارتري هو اللي بيسبلاي الاريا بتاعت الاسوسيشن اريا. فبص للمنظر شايف، بس مش عارف هو مين. فيجوال اجنوزيا. تمام، ايه تاني؟ ايه؟ ميموري وميموري وماله؟ ميموري افكشن صح، عشان افكتنج الايه؟ اللي اسمها ايه؟ الهيبوكامبس. تمام، ايه تاني؟ ايه؟ لا مش دعوه بالاوبتيك نيرف. ايه؟ هرمون مصهيم انوبيا صح. ايه؟ وز ماكيولار سبيرنج. جدع جدع، صحيح انت قلتها كده بالعافيه كده، لكن ما انتش قصدت، قصدتها مش قصدتها، بس هي جت معاه صح. كاركترستيك للليجن بتاع الميدل سيربرال ارت اللي هو بيأفكت الكورتكس، ابص الاقي في هرمون مصهيم انوبيا. اهي الناحيه دي كلها مش شايفها من الفيلد ده، الفيلد ده شايفه. العين التانية برضو الناحية دي كلها مش شايفها، والحتة دي شايفها ايضا.
لكن هبص الاقي في السنتر بتاع الحته اللي مش شايفها في اريا شايفها. هنا هوت في اريا شايفها. الحته اللي شايفها ده هي بيسموها ماكولار سبيرنج، يعني الليجن تفادى الماكولا اللي احنا كنا بنقول عليها الماكسيمم اكيوتي ومش عارف ايه وايه وايه. في البوستيريو سريبرال ارتري اوكلوجن هيحصل دامج للفيجوال كورتكس، اوكي. هرمونوماس هيمي انوبيا، اوكي. اي حاجه بعد اللاترال جينيكلويد بودي ده اهو الاوبتيك تراكت، لاترال جينيكلويد بودي، فما بعديه كل ده كله هرمونوماس هيمي انوبيا بلا تفاهم، وكونترا لاترال هرمونوماس هيمي انوبيا من اول اوبتيك تراكت لاترال جينيكلويد بودي اوبتيك راديشن والفيجوال كورتكس. اي ليجن في اي حته هنا اهوت هرمونوم كونترا لاترال هرمونوماس هيمي انوبيا، الا واحده بس لو ضربت الفيجوال كورتكس هيبقى هرمونوماس هيمي انوبيا مع مين؟ مع ماكولار سبيرنج. يعني الحته بتاعه الصوره اللي هتقع على الماكولا هتتشاف مع دي، يعني هشوف راس الحمار وادي ودنه ورقبته ورجله دهيت، ممكن يشوف الايه حته من ظهره، ظهر الحمار. لكن التانيين مش هيشوف ظهر الحمار خالص. ده الفرق ما بين الليجن في الفيجوال اريا عن الليجن في بقيتها. لكن الاوبتيك تراكت واللاترال جينيكلويد بودي الاوبتيك راديشن الفيجوال كلهم هيعملوا مين؟ هرمونوماس هيمي انوبيا، الا واحده بس بتاعت الفيجوال كورد هرمونوماس هيمي انوبيا وذ ماكولار سبيرنج. اما اعرف هرمونوماس هيمي انوبيا ماكولار سبيرنج يبقى ده كورتيكال ليجن مضروب، الميدل سريبرال ارت اتضربوا، البوستيريو سريبرال ارت اتضرب، الاقي هرمونوماس هيمي انوبيا وذ ماكولار سبيرنج. ممكن الاقي هيمي ابليجيا والاقي سلامك بين اللي هو كاركترستيك ليه، فيجوال اجنوزيا كاركترستيك ليه ايضا للبوستيريو سريبرال. ممكن يجي هيمي بقى، عشان كده في البوستيريو سريبرال ارت اوكلوجن بيبقى فيه ابنورمال موفمنت وجيركي ابنورمال. ليه؟ لان السب سلامس بيغذيها البوستيريو سريبرال، لما اضرب السب سلامس هيديني هيمي بليزمس. اللي عندي الكوديت نيوكليس والانتيفورم نيوكليس نصها بالانتيو سريبرال ونصها بالميدل سريبرال، لكن السلامس والاريا اللي حواليها البوستيريو سريبرال ارتي، عشان كده السلامك بين وعشان كده الهيمي باليزمس. ايه؟ والاوكلوموتور نيرف ايضا مع البوستيريو سريبرال ارتي اوكلوجن، جدع. لان الاوكلوموتور نيرف ريتد لسانيا، مين اللي بيسبلاي الميد برين؟ بوستيريو سريبرال ارتي، فبيأفكت الميد برين بما فيهم الايه؟ الاوكلوموتور نيرف. ثانيا الاوكلوموتور نيرف لو شفت اناتومي بيكروس الكراس سريبراي وجنبيه الميدل سريبرال ارتري وجنبيه الحته دي برضو مهمه فيها كيس، فيها كيس، فيها كيس موجوده بالمره. طالما احنا واقفين احنا لسه ما شرحناش حاجه في ده، لكن انا مصر على انكم تاخدوا الحاجات اللي هي برضو المهمه جدا اللي الاقي فيها كيس عشان بالمره تبقوا عارفين. الحته اللي قالها زميلكم ده هي حته كويسه، ادي الاوبتيك نيرف اهو وادي الاوبتيك كيازما اهي وادي اوبتيك نيرف واوبتيك كيازما، وهنا اهوت الكراستر براي. انتوا عارفين ده الميد برين، بعد كده الميد برين في اتنين كراستر براي، ادي كراستر براي كده اهو
وكراستر براي كده، وبعدين بقيت البيزس بونتس بتاعه. كراستر براي ده هي البونز هنا ها، الاوكلوموتور نيرف بيكروس الكراستر براي الميديال بارت لاند الانتر بدانكلر فوسه، وهو جوه بيطلع من الانتر بدانكلر فوسه وبيكروس الكراستر براي. وفي المنطقه دهيت تحتيه الاوبتيك الاوبتيك كيازما والاوبتيك، وهنا هو ده اوبتيك كيازما هنا، يعني انا هلخبطها لكن زي بعضه بقى. اوبتيك كيازما والاوبتيك تراكت، وهنا هو الميدل سيريبرال ارتري. هنا هو بلاقي الايه الانتينا كارود ارتري ده اهو، وهنا هو بلاقي الايه، لا ده الحته ده هي فوق، نعملنا مشكله. احنا عملنا مشكله، المشكله على الفاضي. ادي اوبتيك وادي اوبتيك، وادي لاتر جينيكولار بودي وادي لاتر جينيكولار بودي، والانتر بدانكولار فوسه اهي. هنا هو كراستر براي كراستر براي كراستر براي وكراس سيربراي، وده الانتر بدانكولار فوسه صح كده. هنا الماميل زي ما انتم عارفين، هنا الايه الاثنين ماميلاري بوديز، وهنا الانفانديبلم، وهنا البوستير بورفريت السابستان، وهنا الاوكلو موتور نيرف طالع نمره ثلاثة، لكن اللي جاي من ورا وداخل هنا هوت نمره أربعة، لكن ده نمره ثلاثة. هبص الاقي البازل ارت بيدي البوستيريور سيريبرال ارتري، ادي البوستيريور سيريبرال ارتري وبوستيريور سيريبرال ارتري، والبازل ارتري على البونز اهو. الانترنال كاروتيد ارتري اهو بيدي البوستير كوميونيكيتنج ارتري، تمام كده. البوستير كوميونيكيتنج ارتري ماشي على الاوكلو موتور نيرف، وفي كيس عند عيان ويجيب لك المانيفستيشن كلها بتاع الاوكلو موتور نيرف توزس، وبعدين ابص الاقي دايليتد فيكسد بيوبل وديبلوبيا لوس اوف اكوموديشن لوس اوف لايت ريفلكس، كل المسير بتاع اوكلو موتور نيرف اوكي. وبعدين يقول لك which is most probably the common site of the lesion او the common cause of the lesion، يقول لك aneurysm of the posterior communicating artery. لو لقيت كلمة aneurysm of the posterior communicating artery اكتب دي الصح على طول، او البوستيريور سيريبرال ارت لانه قريب منها. لو لقيته صح، لو لقيت الاثنين اسيب الامتحان وامشي، لان ده ما اتفقناش على كده ابدا. سيب الورقه وروح، صحيح هتسقط اه لكن بكرامتك، لان ما اتفقناش ان هي بوستيريور كوميونيكيتنج ارت وبوستيريور سيريبرال ارت، يبقى في اجابتين ولا ايه؟ لكن في سؤال موجود posterior communicating artery aneurysm، هي جايب لك السري وايه it was diagnosed CT scan showed aneurysm intracerebral aneurysm where is the single most likely the site of the aneurysm، جايب لك الميدل cerebral artery الانتيو cerebral artery الانتينال كاروتيد الانتي البوستيريو كوميونيكيتنج ارتري الانتيو كوميونيكيتنج ارتري البوستيريو كوميونيكيتنج ماشي عليه. البوستيريو سيريبرال ارتري ايضا ياثر على الكورس بتاع الاوكلو موتور، عشان كده مع البوستيريو سيريبرال ارتري اوكلوجن بلاقي في اوكلو موتور نيرف بولسي حاجه من اتنين، لانه بيسبلاي الميد برين اللي هو جواه النيوكليس، او بيسبلاي
او كوميونيكيت مع البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري اللي هو ماشي على النيرف شخصيا. معلش انا بطلع من حته لحته وبطلع من حته لحته، انا عارف انا بعمل ايه، بس يعني ايه ما تستغربوش، الراجل ده بيتوهنا. انا مش بتوهكم، انا بفتكر واللي بفتكره بقوله على طول ساعتها، خوفا من انكم تكونوا ناسيينها او مش عارفينها. وكل اللي انا بقوله كله كيسز، يعني مش بضيع وقتكم ابدا، مش بضيع وقتكم. ما تفتهموش ان انا رسمت رسمه دي انتر بدانكلر والسيربرا بدانكل والكورس بتاع الاوكلوموتو نيرف للميديا البوردر بتاع كراستر براي وانتر بدانكلر فوسا وبوستيريور فيس سابس، ده مالي انا ده كله. البوستيريور فيس سابس دهيت هي السلاموسترايات قاطع بتاعت البوستيريور سيربرا اللي بيدخل فيها تصاب لها السلامس والساب سلامس والايبي سلامس، وكفايه عليها كده. انا ندخل تاني في الايه، في الشغل بتاعنا. وبرضه انا بقول لكم انا بطلع من حته لحته مش عشان اتوهكم، انا قصيتها بصراحه لان بفتكر حاجات فبقول بالمره عشان يا اما تكونوا ناسينها يا اما تكونوا بتتناسوها يا اما تكونوا مش عارفينها يا اما تكون مش عليكم اصلا، دي بتاع سنه تانيه، فلما بفتكرها بقول على طول. طيب ده الفيجوال باسوي بالظبط. الفيجوال باسوي بيجي الاوبتيك نيرف الريتنا، اوبتيك نيرف، اوبتيك كيازما، اوبتيك تراكت، لاترال جينيكوليت بودي، وبعدين الكورونا رادياتا، وبعدين الايه الفيجوال. لو انا خدت البرين كده اهو، وخدت هنا هو ده الميديال سيرفيس ودي الكوربس كاللوزم، هنا هو هلاقي فيه الكالكراين سالكس، وهنا هو الباراتو اوكسيبيتال سالكس. الفيجوال اريا موجوده اون بوث سايدز اوف ذا كالكراين سالكس. ده البرايمري فيجوال اريا، البرايمري فيجوال اريا حواليها سراوندنج بتاعتها دي الاسوسيشن فيجوال اريا، الاسوسيشن فيجوال اريا. تمام. الفيجوال كورتكس هيت بتشوف الصوره، لكن الاسوسيشن اريا اللي حواليها بتنوع الايه الميم بتاع الصوره دي ايه. اشوف واحد اعرف ده ابني ده اخويا بالظبط كده. ففيج برايمري فيجوال وفيجوال اسوسيشن اريا دول اللي يهموني في المنطقه دي. تمام. ده الفيجوال باسوي. الليجن بقى اللي في الفيجوال باسوي وده اهم واحد فيهم، نمره واحد، ليجن في الاوبتيك نيرف كومبليت بلايدنس اوف ذا اي اوف ذا سيم سايد. بالنسبه للاوبتيك كيازم ده اهي حاجه من اتنين، يقطع النيزل فايبرز بس، يقطع التمبرال فايبرز على الناحيه دي والتمبرال فايبرز الناحيه الثانيه. اللي بيقطع النيزل فايبرز بس لازم هلاقي كلمه بتويتري تيومر او بتويتري ادينوم. اول ما اسمع بتويتري تيومر بتويتري ادينوم اعرف الاوبتيك كيازما واعرف النيزل فايبرز اللي كروس هيتقطعوا. لما يتقطعوا الريتنا دي مش هتجيب اي اشارات، هي اللي كانت بتاخد من هنا، والريتنا ديت كانت بتجيب من هنا، يبقى التمبرال ده راح والتمبرال ده راح، هيديني واتس كولد باي تمبرال هيمو انوبيا.
كيس، هو مش هيجي لك يقول لك ارسم لي الاوبتيك تراكت ولا الفيجوال باسوي، كيسز كلها. عيان عنده بيتوتري تيومر ومش عارف ايه، انكروشنج اون سيلا ترسك او الاستراكشرز اباف، وبهوش از موست بروبابلي ويل بي افكتد، اوبتيك كيازما، اوبتيك تراكت، اوبتيك نيرف، لاترا جينوكليوت بودي. لا اعرف ان الاوبتيك كيازما ايه اللي هتتضرب والسنترال بتاعها، او عيان عنده لوس اوف التمبرال فيلز بتاع اون بوث ايز which is most probably the cause، ويقول لك بتوتال تيومر ومش عارف من انجيوما مش عارف اي حاجه تانية استروسايتوما، كل الاقي بتوتال تيومر مع فيجوال باي تمبرال الدياجنوز بتاع باي تمبرال هيمانوبيا، اعرف ان ده بتوتال تيومر على طول، بتوتال باي تمبرال هيمانوبيا. امال الاثنين اللي على الشمال ده لا يمكن يكون في تيومر، هيجي ضارب هنا وضارب هنا، موجود في هذه الانجل مين؟ الانترنال كارود ارتري، وهنا الانترنال كارود ارتري عشان يدي الانتيريور سيريبرال ارتري، انتيريور سيريبرال ارتري، انتيريور كوميونيكيتنج، بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري مع البصوير من السيركل اوف فيلس. ولذلك عشان يحصل الليجن في اللاتر ده لازم يكون باي لاترال انيوريزم اوف ذا انترنال كارود ارتري، يعني الانترنال كارود ارتري يحصل فيها انيوريزم يعني يتمدد، لازم يكون باي لاترال انترنال كاروتيد ارتري انيوريزم. فالانيوريزم هيجي ضارب هنا اهو وضارب هنا، يجي قطع دهيت ويجي قطع دهي، وبالتالي دي كانت بتبص لمين؟ للنزل ده، ودي كانت بتبص لمين؟ للنزل ده. هيديني مش باي تمبرال، هيديني باي نيزل هيمانوبيا. فعندي كومبليت باينس لو الاوبتيك نيرف اتضرب، باي تمبرال هيمانوبيا، اوبتيك كيازما اتضربت في النص، بتويتر تيومر ما بين قوسين على طول، باي نيدل هيمانوبيا، باي لاترال انترنال كاروتيد ارتري انيوريزما، ضرب الناحيه دي وضرب الناحيه دي. فيما بعد ذلك كله هومونوموس هيمانوبيا، كونترا لاترال هومونوموس هيمانوبيا، يعني الاوبتيك تراكت كونترا لاترال هوموس هيمانوبيا، لاترال جينيكو كونترا لاترال هومونوموس هيمانوبيا، الاوبتيك رادي كونترا لاترال هومونوموس هيمانوبيا، هنا كونترا لاترال هومونوموس هيمانوبيا، ولا انسى ان في ماكولار ايه سبيرنج في الكورتكس. فدي الليجنز اللي موجوده في الاوبتيك فيجوال في الفيجوال باسوي، ودي مكان لاسئله. ولا انسى ان الاوبتيك تراكت ده اهي والاوكولوموتور نيرف ماشي عليهم البوستيريور كوميونيكيتنج، البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري، البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري انوريزم كان بريس على الاوبتيك تراك هومونوموس هيمانوبيا. الانوريزم بتاع والله ما انتوا فاهمين حاجه، والله ما انتوا فاهمين حاجه، انا مش عارف انا جيت ليه، انا جيت ليه، انت عايز ايه؟ ها؟ ليه في ماكرو سبيرنج هنا؟ المنطقة دي كلها؟ ما هو بيحصل ماكرو سبيرنج لو البوستيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن لو الافكشن للكورتكس بس. يعني الكورتيكال برانشز بتاعته الراحة للكورتكس اتضربت. ضربت الكورتكس. ليش ما تأثر الماكولا سبيرنج؟ ليش ما تأثر الفيجوال اريا؟ ليه في ماكولا سبيرنج؟ ليش ما تتضرب معها؟ لا تاخد معاه. هي طماطم هبقى ايه تاخد معاها دي؟ لا الفيجوال اريا كلها. الماكولا لها كاركترستيك. الماكولا لها اريا كبيرة في الريتنا، النمرة واحد. نمرة اتنين، في انستموزس ما بين البوستيريور سيريبرال ارتري والانتيريور سيريبرال ارتري في الماكولا، ماكولا اريا في الكورتكس.